شوفوا مالي، ارسموا همبرجر. هلا، ايش اخباركم؟ اليوم نسوي تحدي الرسم. فكرة التحدي ان بنجيب منتج هني لازم ترسموه لنفسه، واللي بيرسم احلى واحد هو اللي بياخذ المنتج. اوكي اوكي، اول رسمة شو المنتج؟ بالضبط راح ياخذ هريمين هدية حقه. يلا خمس دقايق في تايمر. 1 2 3 يلا ابدا الرسم. بسم الله. ما برسم انا. يلا ابغى ابلش مني. ابغى ابلش ليز. كل واحد عينه فوق ليز. يغش يخسر. ليش يخسر؟ متوهق ما برسم. رسم محل. يا شوفي شو تسوي. يا هذا ارسم هبي مين لونه احمر. بلونه وانا لون احمر. اه جبت العيد. يلا اتس فاين. شكل شفهي بتفوز. رزمتها احلى وحده ما شاء الله. شفا ليز. لا بسرعه ماي وقت. يلا 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 ارسم بسرعة. مين يحب الرسم؟ أنا. أوه يلا بسرعة بسرعة ما في وقت. أوكي أنت تريني. قربت أخلص. صعب الرسم. ستوب. خلص الوقت. أوكي خلص. شوفوا مالي. ما شاء الله. شوفوا مالي. أوه ماي جاد جبت العيد في الفم. شوفوا شوفوا مال عبد الله. شوفوا رسمته كأنه بيت. ترى ماكدونالدز بيت. الحين النتائج. مينو احلى رسمه؟ اوه يلا شو شفا. والله رسمتها حلوه. شوف ما شاء الله. شوف شفا. هاي هابي ميل. واو حبها. يومي يومي. اوه نجتس. اوه بطاط نجت. هذا طيب حبة؟ لا هيك خسرت. لا ياي تسبح بمين. وهاي اللعبة شوفوها. واو مين الجولة الثانية؟ اللي بيرسم النوتيلا أحلى شيء راح ياخذها. مين يحب النوتيلا؟ أنا. صبر صبر صبر. بسم الله. أول شيء دائرة. عبد الله شو وضعك؟ يلا خلينا ستارت. بسم الله. اوه ترى شو بتحاول؟ احب النوتيلا. خلص الوقت. هذه رسمة عبد الله. رسمة شفا. رسمتي. مين اللي بيفوز بالنوتيلا؟ مين ما اعرف. عبد الله. احلى شيء بالنوتيلا. ابو نوتيلا. اللي يحب النوتيلا يسوي لايك. بس الفائز. الجولة الثالثة ترسموا شيز دوريتو. اوه ماي جاد صعب. شوفي وايد تفاصيل. الحمد يلا ارسموا دوريتو. اوكي بسم الله. قاعد اكتب دوريتوس. يلا يا شباب. ماي جاد ماي جاد. بسم الله. هالمرة اريد افوز. احب دوريتوس. مركزين هالمرة. اوكي نريد نفوز. بقي 20 ثانية بيخلص الوقت. يلا عبد الله بسرعة. يلا شفا. شفا خلصت. خلص الوقت. اوكي خلص. انا خلصت. ستوب 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 ستوب. عبد الله غش. رسمة عبد الله. رسمة شفا. رسمة شيخة. منو الفائز؟ والله رسمتها هالمرة انت
تعبانه على شكو؟ انا بعد تفاصيل بعد شيخ في تفاصيل حلوه شيخ الفايزه دريت يومي يومي احلى شيء احبه يومي الحمد لله الجولة الرابعة ترسم هالمرة كوكي كولا كوكي كولا بارد لذيذ كوكي كولا فيه وايد تفاصيل اتوقع صعب رسمه صح عبد الله جيب لي صح او ماي جاد شوفوا رسمة عبد الله شوفي النهاية رسمة شفا رسمة شفا اوكي كوكا خلص الوقت خلص اوكي 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 خلاص شوفوا رسمتي شوفوا رسمتي شوفوا رسمتي كوكولا عبد الله وايد صغيرة عبد الله مني كوكولا او ماي جاد البس نظارة عشان نشوف يلا يلا الحين اختار مين احلى احلى رسمة شيخة ما شاء الله شيخ كله تفوز الحمد لله فنانة بالرسم الحمد لله حرامي يامي كولا جولة الخامسة شو الأكلة؟ أوريو أحب الأوريو تسمي حلو عشان تأخذين أوريو خليه مكانة يلا تتوقع بتفوز أو لا؟ ما أدري هواي صعب وين صعب 1 2 3 بسم الله مربع هلا من هدي غش بليز من رسم أحلى أوريو يلا صندوق هام أوكي يفوز لازم مشارك أوكي لا يلا بسرعة بسرعة استعجلوا أوكي أوكي الباكج وين صعب يلا بنشوف مين الطائر شيخة شفا أو عبد الله ستوب ستوب خلص الوقت أنا جاهز أصلا من زمان أنا خلصت هاي رسمتي هاي رسمة شفا رسمة عبد الله رسمتي شوفوا رسمتي الفائز هو شفا هاي رسمتي أحلى لا أنا عجبتني رسمة شفا أنا رسمتها حلوة جدا بسيطة حلوة شيرينج باج بسحب اعطيه اعطيه حبه عبد الله اعطيه ها الجوله الاخيره شو شيء تحبونه شو الحبه بيج ما شكله يومي بس بس شوف نريد نرسم نفسه ارسموا همبرجر يلا 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 بسم الله سهل ولا صعب سهل شوف رسمة عبد الله رسمة شفا رسمة شفا شوف رسمة عبد الله صغيرة نرسم شفا عملاق كبير وشيقة وسط في وايد تفاصيل الهمبرجر يلا بيخلص الوقت اوكي اوكي ستوب خلص الوقت اوكي شوفوا رسمتي رسمة شيخة شوفوا رسمتي رسمة شفا شوفوا رسمتي انا رسمة عبد الله الفائز هو مين؟ هو مين؟ يلا عبد الله 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 لا اعطينا انا عطيتك اوريو يلا يمي ما اصدق اني افوز عطني كانت حق الرسم وايد حلو احلى رسمه كانت عندي
دريتوس. انا النوتيلا. انا الاوريو. وبس هاي الفيديو، ان شاء الله عجبكم. مع السلامه، باي. أول واحد يحطم الصناديق بيفوز ب5000 درهم. شروط التحدي: معانا سهم، ترمون السهم وأي أداة طلعتوا راح تستخدمونها تفتحون فيها الصندوق. أوكي؟ فهمتوا؟ وقبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. يلا نبدأ التحدي. الحين دوري أنا والواحد برمي. يلا بسم الله، شو بيطلع على أي أداة؟ يلا عبد الله. عندي 3 محاولات. تعلق الجدار. اي اداة تطلع لك؟ اوه مشرب، طلعنا مشرب. يلا 1 2 3 عندكم 20 ثانية. قطعته. اوه ما شاء الله ما شاء الله، ما بتفوت. اوه شوف شو تسوي. اوه قاعد تشق. شو عبد الله شو صار؟ شو صار؟ افتحها شوي 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 تفتح. فتحته. يلا عبد الله يلا بسرعة بيخلص الوقت. يلا استعجلوا. شو شافها؟ واو شو بتتقطع. شو شافها؟ يلا يلا بسرعة بسرعة. توب خلص الوقت. واو شو عبد الله شو سوى؟ قطع قطعتين. عبد الله بسرعة بعدين بتفوز. افوز بسرعة ان شاء الله. شو طلعت كل الجلد؟ واو ها بالجولة الأولى طلعت كل الجلد. يو شباب شكلها بتفوز عبد الله. لا بفوز انا ان شاء الله. لا ان شاء الله انا. الجولة الثانية الدوري. يلا 1 2 3 طلع لي نفاق. نفاق راح يساعدك؟ ما ادري. يلا الحين دوري. طلعت لي عصاية. معاي نفاق. شو معي عصاية كبيرة. يلا 1 2 3 ستارت. بدي حركة. يلا شوفوا شوفوا شوفوا. واو يلا يا شباب بسرعة بسرعة. فوز على عبد الله. حرف تحت. شو عبد الله شو تسوي؟ كيف هذا؟ بفتح الصندوق الحين. يلا افتح. قفل قفل. ستوب 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 خلص الوقت. شباب غشل. اشوف شباب شو سوى. واو خبرة كبيرة. الحمد لله فادي. والعصاية بعد فادتني. فتحت لها السلسلة. كانت جولة حلوة؟ أكيد. جولة الثانية أفضل شيء حلو. يلا. طلع لي منشار. يلا الحين داري 1 2 3. مقاس. اوه طلع لي مقاس. يس طلع لي منشار هذا بيساعدني. يلا 1 2 3 ستارت. يلا عبد الله يلا. شوف عبد الله ما شاء الله مقاس. يلا شباب جو جو. شوف بتحاول. يلا شباب قصي قصي. ما تقدر. يلا يلا شوفها. يلا عبد الله عبد الله. يلا يا شباب بسرعة. قصة قصة قصة. حاولي حاولي. شوفوا شو عبد الله مسوي. واو. يلا يا شباب. ما فايدة من المقاس. يلا حاولي حاولي. صعب. يلا شباب يلا يلا تقدري. استوب استوب خلص الوقت. المقص أبي ما ساعدني. جولة الرابعة الحين داري 1 2 3. أوه مطرقة. من أول كنت أريد مطرقة. الحمد لله طلع لي. شو بقول هذا السهم. يلا يلا 1 2 3. أوه طلع لي دريل. شوفوا لحظك طلع لي دريل. شوفوا طلع لي دريل. لازم تلبسي نظارات اول شيء للسلامة. اوكي اوكي يلا البسي نظارات عشان ما يدخل شيء في عينها. يلا
شوفوا بعد شعري زي براغي. يلا شفا يلا يلا اقوى شيء اقوى شيء. يلا عبد الله يلا يلا جو جو جو. يلا 1 2 3 هالجولة أحسن جولة عندي لأن شوفوا شوفوا مقطع وايد. شوف عبد الله أبدا مو مقطع. الحين دوري 1 2 3 أوه طلعنا من شيء صغير. الله عبد الله مفك براغي. يلا حاولي حاولي شوفوا شوفوا العزة بفتح السلسلة. يلا قول بسم الله قول بسم الله. بسم الله. يلا 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 عبد الله عبد الله يلا شوف شفا يلا شفا يلا بسرعة شفا بسرعة يشوفون يشوفون. واو شوف قطعة جدية كبيرة. نشر وايدة. يلا يلا قطي قطي. ماله وايدة. شو عبد الله يلا. الحمد لله باقي لي شوي بفوز. انا باقي لي واحد. يا الله حرام دورك كلك شفا. يلا الحين دوري. طلع لي انفاق كنت اريد مفتاح. تخيل هذا سهل طلع لك كنت تقدر تفتح الصندوق. الحين دوري يلا بيطلع شيء زين 1 2 3 معي انفاق شفا خذ الفوز. يلا يلا بسرعه بسرعه يلا يا شفا يلا فوزك يا عبد الله. يلا يا شفا يلا افتح المفاتيح. يلا يا شفا يلا 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 افتح. اوه هدية. مبروك شفا. عبد الله اليوم حظك مو حلو. لا شكرا مره تعبتني خلاص بعطيك. شكرا شكرا مع الالف مبروك. الله يبارك فيك. هي بخبيها. يلا مبروك شفا. توقعتي انك بتفوزين؟ لا ابدا ابدا. يلا مبروك. حرام خسارتكم. يس انا فزت وبس. يا ان الله يعجبكم. باي. اوه هلا ايش اخباركم؟ اليوم نسوي التحدي لا تختار الاكل خطا. وقبل ما نبدا لا تنسوا سبسكرايب. يلا نبدا التحدي. عندنا 99 زر وفي زر واحد خلود. في اكلات حلوه وفي اكلات مو حلوه. اول زر شو اختار؟ هذا هابي ميل. وخس لعبة حلوة. طار ايسر طار هذا موز. اوه موز. موز. عبد الله طلع لك موز. احب الموز.
بموز بموز ثاني. اوه 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 موز لذيذ. الحين دوري اختار ايزا. هذا ناتشوز. ما تطلع من الصندوق وين تحبه؟ سبايسي. هذا شوكولاتة. اوه شوكليت. ام اند امز. الحين اضغط ايزا. هذا غوار. يومي يومي. غوار. الحين اضغط ايزر. بضغط اللي ورا ما ضغطهم. يلا واحد اثنين. سمك مجفف. واللي صحن. سمك مجفف. شوف السمك كيف. يلا بسم الله جربه. ما حاب سمك مجفف. الحين اختار اي زر. اختار من ورا. هذا ماي مخلل. لا ماي مخلل. ايوه وزر الخروج. انت الحين لا زر الخروج. يا رب يطلع زر الخروج. يا رب شبعت خلاص. يلا واحد ثلاثة. سلايم قابل للأكل. سلايم لا. أوه شو ها؟ أوه سلايم. أوه سلايم قابل للأكل. شكل إيش بالسلايم؟ مو حلو. هجيب نشوف بط. بيضة المفاجآت. يومي حب الكندر. يومي يومي. هاي جولة أحلى جولة عندي. يومي أحب الكندر. كيوت لقيت لعبة حلوة. واو يلا شو أختار؟ هذا حب دوار الشمس. حب؟ أحب الحب. الحب. أحب الحب. أحب الحب. بشوف مسلسل وباكل حب. يا رب يطلع شيء حلو. هذا شوكولاتة عملاق. واو شوكولاتة الدراهم. واو دي كل اكل. يامي. بسم الله. هاي جولة كانت حلوة. هاي خير. واختار الاخضر. فلفل اخضر. اوه فلفل. يا الله ما احب الفلفل. لا احب الفلفل. نوتيلا. نوتيلا. هي واو نوتيلا. يس يومي نوتيلا. واو شوف نوتيلا من نوتيلا. يومي. بسكرها بخبيها. هجوم يطلع شيء احبه وايد. نوتيلا. يلا شو اختار؟ هذا الوردي. جيلي كولا. جيلي كولا.
وحب جيلي كولا. احب الجيلي صحن كامل جيلي. كولا شو بيطلع لي؟ مصاصات. مصاصة. شوكولاتة شوكليت. شوكليت يامي. يامي. هالجولة كانت وايد حلوة. مخبين. يلا بيطلع زر الخروج. اختار شو هذا؟ طحين. لا طحين. شو سبب يا طحين منتهي يا رب طلع زر الخروج. هالجولة شو بيطلع لي؟ كورنفليكس. كورنفليكس. شوكليت. احب الشوكليت. تمام. ولا خروج. خروج يا حضر تطلع زر الخروج. لا هجم لازم تطلع من الصندوق. خروج. وايد حلو. شو كانت احلى جوله؟ يوم طلعنا نوتيلا. عبدو انت فاهم تحدي؟ كل شيء كان حلو بس الا الفيلم خرب كل شيء. اوه اوكي حلو. استمتعتي بالحلقه؟ هي وبس؟ هكذا في اليوم شباب شفت مع سمباي. احبكم. ما تتكلم ولا؟ رايحين المول. اوه شفت تكلمت؟ لا وكيل. هذا ايش باكم اليوم رح اسوي تحدي كلم يوم كامل. اوه ماي جاد هذا التحدي يعتبر عن شفا صعب لان شفا تحب الكلام وايد. شفا اذا قدرت على التحدي وما تكلمت اليوم كامل ليش مكافأة؟ والله ليش مكافأة قوية. خلاص شفا دغدغت عشان تضحكين وتخسرين. اضحكي تكلمي شفا تكلمي شفا اضحكي او تتكلم شفا. ما طلعت ولا صوت. او ماي جاد نجحتي ما شاء الله صدمتيني. سويت لك مقلب سويت لك خدعه عشان تتكلمين او تصرخين ولا طلعت ولا نفس. شو شفا تراويني هو بتفوز بالتحدي شكلها. شاف الحين وين رايحين؟ عبد الله وين رايحين؟ رايحين المول. رايحين المول. اوه شوف تكلمت؟ لا اوكي. خلاص خلاص هاي اول شيء بنمشي لها اياها اوكي؟ شو بتلعبين هناك؟ تاكلين؟ ما تقدر تسوي ولا اي شيء. قاعد توترها عشان؟ ايه كانها قالت انها بتلعب نطيطه وبتاكل بطاط. اتفكر انت ما عندك دفتر وقلم؟ نسيت. الحين كيف تفهميني؟ يا الله بس التحدي صعب. قلت لك تكتب بالتليفون نسيت الورقه؟ بس بتكتب بالتليفون شو صرت ذكيه؟ بنروح المول حديقه لا. اوكي اوكي اوكي. ما تتكلم بس تكتب بالتليفون على فكره هاي يعني مساعده ذكيه.
صراحة تحدي اليوم ولا أروح مرتاح من سطح كم السيارة. والله كفو كفك. ما تصارف. شو تبي شفا؟ آيس كريم؟ تبين آيس كريم؟ أوكي يلا تعالي. يلا تشتري آيس كريم تركي. أوه ماي جاد. قاعد يسوي حركات. قاعد يلعب معاه بالآيس كريم. أوه. بنشوف تتكلم أو لا. يلا بيعطيه الآيس كريم الحين. يلا. شفا. فوزي عليه. قدري عليه. شكرا. ليش ما تكلمت مع البائع الايس كريم؟ يضحك صح؟ طلبت ايس كريم شوكليت لذيذ؟ حلو وايد ولا شويه؟ تبي تدخلي هالمحل؟ لا 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 ممنوع. ثلاث اشياء؟ اوكي يلا ادخلي. ما صدقت شافت هالمحل، حتى هي ما تتكلم تبي تدخل. اوكي. خذت ماسك فم. تبي تشتري سماعات؟ لا 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 لا. إذا تكلمت بشتري شيء. تبي تشتريها؟ أوكي تكلمي بعدين بشتري شيء آخر. عشان ما تخسر بالتحدي باقي؟ أكيد. أوكي بشتري شيء آخر. تشتري هذا؟ واو شوفوا همبرجر دبدوب. لا 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 لا. لا كلمي بس اشياء. يلا بنادي شفا. تعالي تعالي تعالي. واو كلمتي. لا خلاص اصلا مشي لك اياها. اشتريتي ثلاث اشياء؟ اوكي واحد اثنين ثلاثة. هالمحل نجحتي بس تكلمتي قلتي واو بس مشيت لك اياها. اوكي يلا. تريدين هالماسك؟ لا 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 قلنا بس ثلاث اشياء شفا. لا شو؟ وان وافير عجبها شفتها قاعد تصور. شو؟ تسوي فقاعات؟ واو سوي أكبر فقاعة. تكلمتي؟ هذه ثاني مرة شو بتتكلم. عندك محاولة ثالثة تتكلمين وخلاص. بعدين تكلمت ثاني مرة تعتبر خسرانة. تمام؟ بتشتري هذا؟ أشوفه؟ واو لعبة حلوة مبين آيس كريم. نفس لون قميصك. كيوت. تريدينه؟ قاعد تسوي لي الويه الكيوت عشان أشتري هيا. أوكي. يلا روح نحاسب عليه. محل حلويات ليش شفتي؟ شو تبين؟ تكلمي؟ ذكية. يلا اختاري حلويات. حلاوة واحدة بس اوكي؟ شفا دوري حلاوة ثانية. شفا شو اسمه هذا؟ اليوم شكلها ما بتتكلم ابدا. بس 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 شوفها شوفها بس. او ماي جاد شوفها خلاص خلصت. صدقين انا عبالي بتتكلمين طلعتي ذكيه. اوه شفتوا شوفها اليوم ما تكلمت طلعتي ذكيه. حلو جينا السوبر ماركت. يلا شوفها شو تبي تشترين؟ حلاوة؟ يلا اوكي تعال. يلا يلا اليوم ممنوع الكلام. صدقوني ارتحت من الصداع شفا. اوكي. لا 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 رجعي رجعي. اوكي. خلاص شفا بس حلاوتين كفي. شو تبين بعد؟ شو؟
المطبخ. شيبس، تريدين شيبس؟ اوكي يلا تعالي. يلا جبتها عند الشيبسات، يلا اختاري الشيبس واحد. تاخذين هذا؟ اوكي. يلا بس ورا الحاسب. جود. كيف كان التحدي اليوم؟ شو تريدين عينك ها؟ هذا؟ اوكي. ايش ما تكلمتي عشان تخسرين التحدي خلص. طلعتي صوت؟ ما طلعتي؟ يلا ابغى اخسرها بالغصب. يامي يامي، طلبت لها سينابون بالكراميل صح؟ حلو؟ يامي. شو تريدين شفا؟ كوفي؟ ماي؟ اوكي اوكي بروح ابلش ماي. ثانك يو. كلمتي؟ قالت ثانك يو. يلا مشي لك اياها. يلا لا تعيديها. الاكل لذيذ او لا؟ عادي تتكلم ليه بتكلمي؟ خسري. يا الله والله انت طلعتي قويه في التحدي ما شاء الله. شو شفه ملانه؟ وين تروحين؟ شو سينما؟ تبي تروح السينما تشوف فيلم؟ واو شو السينما؟ شفا؟ لازم تشوفين فيلم؟ السينما مسكرة. يس يعني ما اقدر اشوف فيلم. باي باي. يا السينما مسكرة. كلمتي؟ تكلمت؟ خسرتي بالتحدي. يس خسرت بالتحدي. انها انقهرت السينما مسكرة تكلمت نسيت. انا بعتبرك فزتي بالتحدي. لأن صراحة ما تكلمت. جائزة 500 درهم. شفا يلا احنا قدرت تكلمين. ايه تقدري خلاص خلص التحدي. والله تقدري تكلمين. هي يس. كيف كان التحدي؟ وايد حلو. استمتعتي؟ هي يلا باي باي. يلا بلا درع بلا درع. يلا نصي نصي. يلا شباب تدفع الحساب. يلا دفعي دفعي دفعي. هلا ايش اخباركم؟ اليوم اسوي تحدي شفا تقول لي نعم لاي شيء اطلبه منها. شفا اي شيء شو تقولي لي؟ نعم. اوه هذا التحدي كنت اريده من زمان. يلا نسمع كلامي. اوكي اوكي قبل ما نبدا اسالك شيء سبسكرايب. يلا نبدا التحدي. مستعده شفا؟ نفذي الطلبات. اول طلب بطلبه من شفا تنظف الصاله. يلا خلينا ما يخصني نظفي ثاني مرة. اوكي شوفي صار نظيفة. انت ما تحبي التنظيف. يلا نظفي السجادة ابغى اتلمع اكثر اكثر. يلا يا شفا كنا شاطرة. نظفت السجادة. اوكي هنا رتبي شوية خلي الدنيا تلمع اكثر. يلا يا شفا شطورة. يلا شو هذا تخليني اليوم انظف؟ لازم تسوي الكلام. يلا يلا جو جو جو. اكيد انت من زمان كنت تريدين تسوي هالتحدي. اكيد عشان تسمعي الكلام. يلا نظفي نظفي شفا كوني بنت سنعه. يلا نظفي. ليش تنظف صاله؟ شفا تدريحي شو بتنظفين؟ شو؟ الحمام. شفا ولا مره نظفت الحمام. يلا قومي قومي. يلا شاطره الحمام نظف الحمام. يلا كل نشيط. يلا جو جو جو. يلا الحمام نظف المرحاض. يلا شفا ايوه هذا التحدي امي بتحبه وايد. الحين نشرب. يلا 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 بلا درع بلا درع. يلا نصفي نصفي. نظافه زينه. خلصتي؟ خلصت. تخيلوا كان يوم دور مين ينظف الحمام؟ دور شيفا. بس الحمد لله شفا هي اللي تنظفها. يلا جو جو. يلا يلا لمعين تلمعين. يس خلصت تنظيف. باي باي. سيارة الايس كريم. يلا روح لها. طلبت سيارة الايس كريم. انا اليوم بشتري ايس كريم وانت تحاسبين علي. اوكي يلا بطلب ايس كريم. يامي شوف الايس كريم. بليز بليز اريد ايس كريم. خلاص ايس كريم بيستاشيو. ما احبه. سيب فستق. يلا ما احبه ما احبه. لازم بيستاشيو نفس لون فستانك. يلا اليوم انت فستق. انا طلبت ايس كريم نوتيلا. شايفه ايس كريم الفستق ما احبه ما
ما يخصني لبس لون فستانش. يلا طعمي. أوقف باكل القلب. حلو القلب. هلا حظك. شاف الحين وين بنروح؟ المول. اوكي اي شيء انا بشتري انت بتحاسبين عليه. اوكي شباب. اوكي. وصلنا المول. شفا عندي ليش اشياء محرجه لازم تسوينها؟ ترقصين في نص المول. شفا شفا خلاص شفا ترقصين رقصه فورت نايت. شو رايك؟ اوكي يلا. اوكي قدام كل الناس. اوكي عادي عادي شوف. يلا يلا نروح. عندي ليش تحدي؟ شو انش تقولي انا شفا الحلوة بصوت عالي في نص المول قدام كل الناس؟ انا شفا الحلوة. وديني نلعب شفا. لا اليوم جايين عشان مو عشان ثاني مرة. اسبوع جاي اسبوع جاي جوعانة اريد اروح مطعم. اوكي انا بختار المطعم على ذوقي. اوكي تقولي بتقولي سوشي؟ لا مطعم ثاني. تعال يلا شفا. مطعم مأكولات بحرية ربيان محار. يلا يلا اليوم لازم تقولي نعم. لا وانت تدفعي الحساب. شفا واو شوفوا اجواء المطعم وايد حلوة مأكولات بحرية. كنت اريد بيتزا وهمبرجر. شفا اليوم اكل صحي ربيان روز. غيري غيري. اوكي اوكي اسمع الكلام. شاطرة. واو شوف العصير عملاق. يامي كيف طعمه؟ جربي. يامي حلو. حبيتي؟ طلبنا ربيان وروز. يلا الحين يا شباب تجربين؟ وحبه. يلا جربي جربي يلا شاطره. وحبه. جربي يمكن يطلع حلو يمكن يعجبك. يلا كيف شباب؟ حلو؟ بالعافيه حبيت الحمد لله. اوكي شوي هي ما تحب وايد مأكولات بحريه بس اليوم الحمد لله حبت. يلا هاي وجبتي المفضلة ربيان مع الرز مع الشفا الحلوة. أنا حسبته أبدا ما راح يطلع حلو. سبايسي. شوفي شفا كيف صار. حبيت الأكلة؟ يلا بالعافية. الحمد لله شوفي شبعتي؟ شفتي لما سمعتي كلامي طلبت طلبية حلوة. ربيان مع رز. شوفي وصلت صبحة. أو ماي جاد بسرعة بسرعة. يلا شباب دفع الحساب. يلا دفعي دفعي دفعي. يلا ثانك يو. جيت هالمكان المفضل عندي محل الميك اب. اوكي شايفه انا بشتري ميك اب انت تحاسبين عليه. اوكي اوكي اليوم بخسرك. واو شوف المناكير. شايفه بشتري وايد مناكير. بس حبه بس حبه. لا بشتري 4 حبات. هذا اللون وهذا اللون وهذا اللون. خذيت 4 الوان. يلا حاسبي عليهم. اشتري ايش هاللون حلو. شوفي شوفي اختارت لي هذا الروز. اوكي يلا الله يعيني على الحساب. يلا ادفعي. ثانك يو. شكرا شفا. بالعافيه. والله الله يعافيك خسرتش اليوم. شفا بسوي لك قلب في هالخد وقلب في هالخد. اوكي بتمشين قدام الناس. يلا اوكي اوكي انا بسوي. يلا انت سوي قلب هني وقلب هني. هني شوف القلوب كيوت. هني قلب وهني قلب. يلا دوري في الشارع. يلا دوري في المول. يلا دوري شباب الحرجة. يلا دوري شفا من حرجة مش حاطة قلوب في وجهك. تعرفون في متابعين صوروا معاهم حاطة قلبين بمسحة. مسحته خلاص. وين القلوب كان كيوت. واو محل الشنط يجنن. شباب اشتري لي شنطة. شنطها غالية. شو غالي غالي. تعالي ما في غالي. واو شو الكاميرات. حبيت الكاميرا اريدها. تريدين هالكاميرا؟ شفا ثاني مره ثاني مره بشتري بس ثاني مره. شفا ثاني مره بشتري الكاميرا. اوكي ها اكثر مكان احب. الله خلي اشتري لي حبيبتي. اشتري اشتري لي. اوكي يلا. شفا تحب الشموع وايد على فكره. اذا ما حد يعرف شفا وايد تحب الشموع. شوف اختاري شو مع لون اخضر. اليوم كل شيء لون اخضر. اختاري جرين. مو تحدي. واو شو الشمعة البينك. شايفة انا اريد هاي الشمعة البينك. اوكي انا بختار لي شمعة.
اوكي اختاري. اريد هاي الشمعه. هاي الشمعه تريدها؟ ايه. واو عطور حلوه. شوف اريد اشتري عطر. يلا بشتري هالعطر وهذا العطر. اوكي على الاقل شميهم. انا واثقه حلوين. هذه مشترياتي يلا شو بحاسبي عليهم. اوكي شيخة خذي. شكرا حبيبتي شفا قلبي. زين محلي ملابس يلا شفا انا بختار ملابس انتي بتحاسبين عليهم. اوكي واو شوفوا هالفستان وايد حلو. شوفوا جنن. اريد اشتري شفا. شوفوا تقدر تلبسيه معاي بعد. واو شوفوا القميص. شفا حبيت القميص يلا. اوكي شليه. شوفي كم السعر. كم؟ اريد اشرب مشروب بابا. اوكي يلا وانتي. اوكي يلا تعالي. شفا بشتريش بابا بس بشرط شو؟ على نكهتي. اوكي انا بختار النكهه. اوكي اوكي يلا اعطيني مشروبي. شوفوا شفا اشترت لي بابا وحاسبت على حسابها. شكرا. هاي اول مره اذوق هالنكهه. لذيذه والله. هذا اللي تحت يسمونه بابا. شفا حبيتي بالعافيه. خلص تحدي اليوم. استفيله وكنتي ما شاء الله شاطره وسمعتي كل كلامي. اوكي وبس هاي قد اليوم. شكرا لكم على السلامه. باي. كان يوم حلو ممتع مع شفا. شكرا. باي باي. شفا البابا مالتي خلصت. روح عقيه في الزباله. يلا روح عقيه اسمع الكلام. يلا جو. شكرا شفا شاطره تحافظين على البيئه.